فضيلة الشيخ أبو عمر، يعني خليني حضرتك اتكلمت عن دور المرأة ومكانتها، وقلت لحضرتك هنرجع للدور ده ومكانة المرأة ونتكلم عنه بالتفصيل. يمكن في فكر مغلوط عن الدين الإسلامي أنه هو بيقلل من شأن المرأة، وفي الحقيقة الموضوع ده مختلف تماما. بالعكس، ده يعني وصية أفضل الخلق الرسول صلى الله عليه وسلم، آخر وصية ليه في حجة الوداع، ألا واستوصوا بالنساء خيرا. فيمكن كمان يعني جزء مهم أو محور مهم من المؤتمر هو مكانة المرأة، فحب حضرتك تكلمنا عن أكتر الدور ده، وإنه إزاي يعني نفهم الناس كده من الآخر، مكانة المرأة هي مكانة مهمة جدا في المجتمع ودورها في التنمية أيضا. حقيقي يعني، بس ألقي الضوء على كلمة مهمة جدا قالها الأستاذ عبد الصمد في كلامه، ومن خلال متابعاته وزيارته لمصر، لما اتكلم عن إن المصريين وحدد إخواننا المسيحيين وقال عندهم ولاء وانتماء، لأن إحنا مش بنفرق، لأن صحيح. إحنا هنا عايشين مش بقصة شعب واحد، إحنا 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 مصريين وبنتعامل على هذا الأساس. والحقيقة هو ده صمام أمان للدولة، يعني كانت الدولة، أعداء الدولة كانوا يحبوا أن تؤتى الدولة من هذا الجانب، لكن أبناء مصر كلهم على اختلاف دياناتهم دايما. دي يعني عاوز أؤكد على كلام حضرتك، لأن ده دايما اللي بيحرص عليه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعني حينما يذهب لتهنئة الأخوة الأقباط في صحيح. الكنيسة دايما بيقول مصطلح يا مصريين، صحيح. ما بيميز صحيح. وهو لما تيجي الشهادة والكلام من الأستاذ عبد الصمد، وهو راجل يعتبر ألماني، وانا كمان بشيد بانه بيتكلم عن المانيته، لان هي دي ده الانتماء الحقيقي. المفروض ان انا في بلد ومقيم في بلد يكون عندي ولاء وانتماء للبلد دي. لما تيجي الشهاده منه بالطريقه دي برؤيته للمجتمع المصري، دي حاجه احنا نعتز بيها.